الأطفال ربهم للانقلاب العسكري الدموي، محملين قادة الانقلاب مسؤوليتهم عن أحداث القتل واعتقال الأبرياء. نرسل رسالة إلى رئيسنا المظلوم الدكتور محمد مرسي الذي نحبه ويحبنا، نقول له إننا لا نعترف إلا بك رئيسا لدولتنا، رمزا للشرعية وممثلا للثورة التي جاء لتقضي على الفساد وترسم لنا نحن الأطفال مستقبلا جميلا نعيش فيه في بيوتنا آمنين أحرارا. ونقول لسيادة الرئيس، اثبت يا رئيس خلفك أطفال مصر، سنظل نصور وسنستمر في ثورتنا دفاعا عن الشرعية وعن الحرية والكرامة في وطننا ودفاعا عن مستقبلنا الذي نعيش فيه. لن نخاف، لن نمل، لن نتوقف حتى يعود الرئيس وتعود الشرعية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر السكايب الطفلة أريج العضوة في حركة أطفال ضد الانقلاب. أريج، يعني بداية لو تقولنا يعني إزاي الفكرة دي جت لكم، فكرة إن كنتوا تعملوا تحالف للأطفال عشان خاطر تطالبوا بعودة الدكتور محمد مرسي؟ أريج معايا؟ طيب انا بسالك، الفكره دي جت لكم ازاي ان كنتوا تعملوا تحالف اطفال ضد الانقلاب؟ تعمل لنا مثلا مسيرة مخصصة للأطفال، ننزل فيها طبعا كل الأطفال، هنهدي فيها ألف أغاني للأطفال، ونخلي فيه شعار لينا برضه يبقى من ضمن الرابعة ونصي. طيب انت مش خايفه يا اريج؟ يعني انت واحده ده من مؤسسي حركه اطفال ضد الانقلاب، مش خايفه انك انت لما تعلني عن نفسك وتبقي مشاركه وبتحضري كده وليكي حضور في الاعلام، مش خايفه ده ان دوت يخلي مثلا الشرطه تطردك، ولا خايفه ان هي ممكن تعتقلك، ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ انا مش يعني بس عايز اقدم نفسي الاول، يعني ممكن اقول بس الاول مع الاريج احمد مراد، عندي في السادس ابتدائي، عندي 11 سنه. طيب انت عندك كم سنه يا اريج؟ انا لسه النهارده، يعني النهارده كنت عايزه اقول ان النهارده اهم يوم في حياتي، طبعا النهارده عيد ميلاد بابا، والنهارده هيتم 135 يوم في السجن، بس طبعا انا افتخر ان هو معتقل سياسي. دي صورة بابا اللي جنبك يا اريج؟ نعم، دي صورة بابا اللي جنبك. ايوه. طيب كملي كلامك اللي كنت بتقوليه. أنا يعني لسه ما حضرتك كويس، بس ممكن تقولي سؤال؟ أنا بقول لك كملي الكلام اللي كنت بتقوليه، إن يعني بقى 135 يوم وبابا معتقل. 135 يوم، يعني هو بقاله 135 يوم، فمعتقل يعني هو من بعد أربع أسبوع أخدوه. طيب أريج، أنت عندك كم سنة؟ والناس اللي أسسوا معاك، الأطفال اللي أسسوا معاك الحركة، يعني ممكن تعرفينا بنفسكم، عندكم كم سنة؟ يعني الفكرة دي جات لكم إزاي؟ أنا عندي 11 سنة وسنة ستة، ويعني في صحابي ستة جدا في المدرسة يعني معانا، أنا طبعا كنا نفسنا يعني نعمل مسيرة في المدرسة طبعا، بس المديرة يعني قالت بلاش وما تعملوش كده بدل ما تفيدكم كام يوم، فخلاص يعني هي قالت ما حدش يعمل أي حاجة تاني. كنا
نفسي يعني اطلع مع سر اصحابي اشجعهم. انت بتشاركي في مسيرات يا ريج؟ بس دلوقتي بس عشان عندي امتحانات فما بنزلش، بس ان شاء الله بعد الامتحانات هبتدي انزل كل يوم. محمد مرسي هيرجع بسرعه؟ متوقع ان الانقلاب ينكسر ولا هياخد فتره طويله؟ لا ان شاء الله قريب جدا الانقلاب ده. يعني هو انا هحكي لحضرتك القصه من اولها. احنا اخدوه، احنا كنا في الشاليه قاعدين بنكمل يومنا عادي، جم الساعه 2 بالليل جم اخدوه وبعدين لقيناهم فجاه داخلين باسلحه ورشاشات كلها. طبعا اتخبينا. كانت مامته قاعده اللي هي ستي، وكانت اخته قاعده كمان، كان يعني العيله كلها موجوده. وبعدين فجاه لقيناهم دخلوا معانا عادي، واحنا عاملين عادي بشعرنا يعني قاعدين عادي بيتنا، يعني ما فيش مشاكل اللي احنا عايزينه. دخلوا كده عادي ومن غير ما يخبطوا، دخلوا من الباب وفتحوه ودخلوا. ماما بيقول لهم انتوا دخلتوا كده ليه؟ راحوا قالوا لا احنا خبطنا انتوا ما سمعتوناش. يعني احنا بصراحه دخلوا بطريقه مش ممكن. زرتي بابا في المعتقل يا ريش؟ أيوه. زرتي بابا في المعتقل؟ لا. زرتي بابا في المعتقل؟ رحت له السجن زرتيه شفتيه؟ اكيد بنشوف يعني ان شاء الله يرجع بقى نشوفه على الحقيقه، يعني نشوفه جوه السجن. بيقول لكم ايه لما بتقابلوه؟ بيقول لنا انتوا كويسين، عاملين ايه الاخبار كده، يعني بيسالنا عن حالنا. ونفسيته كويسة ولا هو زعلان ومتأثر؟ وكمان يعني من كام يوم لما مامتي راحت البنك لقيت ان هم حاجزين على فلوسنا كلها، فطبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا. نفسك تبقي ايه يا قريش؟ نعم؟ نفسك تبقي ايه في مصر؟ يعني نفسي ابقى مهندسة زي بابا. لا، انت هتبقي رئيسة وزراء مصر ان شاء الله. شكرا، اشكرك شكرا جزيلا استاذه اريج احمد، احد مؤسسي حركه اطفال ضد الانقلاب، كنت معنا.